لما بيغنوا المطربين ويقولوا يا بلدنا حلوة، يعني ده حقيقي، لأنه حقيقي بلدنا حلوة. شهر رمضان المبارك بإذن الله اللي هنستقبله في أقل من أيام وأسبوع بإذن الله، نحتفل بهذا الشهر الكريم. ولكن المصريين بدأوا الاحتفال بالشهر إزاي؟ المصريين موجودين، الزحام اللي موجود في الشوارع، زحام عمل وزحام ناس، بس صدقوني كمان في زحام استقبال لهذا الشهر. المصريين منذ التاريخ يستقبلون الشهر بكل الحب، من البيوت للشوارع للزينة. كان من حظي أنه صديقة ليا لطيفة جدا قالت لي دعوة، تعالي نروح منطقة الحسين، الجمالية، شارع المعز، أجمل ما في القاهرة. فرحنا وتمشينا، وإحنا الحقيقة جوه المنطقة بجد تحس إن أنت في مصر تانية. الشعب ده زي ما بنقول كلنا ملوش كتالوج، شعب بيحب إنه يحتفل، بيحب يعيش الطاقة الإيجابية. العام الماضي كان عندي الحقيقة فرصة إن أنا أصور في نفس المنطقة، كانت الدنيا هادية، ما كانش الإنتاج كده. هذا العام رغم الأزمات اللي موجودة في العالم، ولكن في إنتاج حلو، صواني حلوة بالإيد، إزاز معرفش معشوق بإيه، حاجات مرسومة عليها بالإيد، حاجات يعني قطنية مرسومة عليها، والبهجة اللي موجودة في الشوارع، كمية الأجانب الموجودين، الإخوة العرب اللي بيزوروا مصر الأيام دي، وأجمل ما في كده هم البائعين، الناس اللي موجودة في هذه المنطقة، وكأن دبت الحياة. يعني بجد اللي بتاع البخور وبتاع الفوانيس واللي بيبيع، وتحس أنت ماشي في بلد كلها حياة، تقوى على الأزمات وتقوى على كل حاجة، والتنورة بدأ، والناس اللي ماشية تحتفل بالشهر، والناس اللي بتنشد، والعود اللي بيغني. فتعرف تماما أنه شعب مصر محدش يخاف عليه، هو عارف كويس قوي أنه هيقدر وأنه هيعدي، وده بيسعدنا. لو عندك فرصة انزل المناطق الشعبية الجميلة والمناطق القديمة، امشي في منطقة السيدة زينب، شبرا بيقولوا عليها عاملة شغل عالي جدا في الفوانيس، طبعا سيدنا الحسين والأزهر والجمالية وشارع المعز. انت بتتكلم على منطقة بديعة، حقيقي بديعة، وبتشوف أماكن. أنا وقفت قدام دكان، يعني وقفت مش بتفرج على اللي بيعرضه، أنا بتفرج على الخشب اللي موجود عليه، أدركت إنه ممكن تكون الواجهة بتاعته مثلا عمرها أكتر من 200 سنة، يعني أكتر من دول مثلا موجودة. فلا، نحن نتحدث بجد، الشعب المصري يستقبل هذا الشهر، وإن شاء الله يكون شهر جميل. بما أني بدأت بمصر وبالشعب الجميل ده، تعالوا نروح عن خبر كمان كله طاقة. أنا سعيدة جدا بهذا الخبر، يعني كتبت وكشفت مجلة تايم الأمريكية عن طبعا القائمة بتاعتها الأفضل 50 وجهة سياحية في العالم لعام 2023. على غلاف التايم هتشوفوه دلوقتي معانا على الشاشة، هتشوفوا غلاف التايم محطوط عليه صورة الأهرامات، أهرامات الجيزة، وقائمة أفضل 50 وجهة في العالم. وصفتها التايم زي ما أنتم شايفين، الأهرامات هي موجودة، ده غلاف التايم لنهاية شهر مارس وإبريل، ووصفت بأنها وجهة عظيمة طبعا الأهرامات، ومثيرة للمغامرة. ذكرت كمان مجلة التايم أن أول هذه الوجهات طبعا الجيزة، لأنها فيها الأهرامات، مشيرة إلى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير أمام أهرامات الجيزة العظيمة، والذي يعد وجهة جديدة لرؤية الأثار والحضارة المصرية. ببقى سعيدة جدا تايم مجلة عريقة لما يتصدر، يعني يبقى هو ده اللي هو زوروا مصر 2023، أو مصر موجودة على الخريطة السياحية 2023 ضمن 50 وجهة سياحية. وطبعا بما أنه هو في العمل الصحفي زي ما احنا عارفين، بما أنه هو حطها غلاف وتصدر الغلاف، فتعرف انه دي اكتر حاجه ممكن تشد العالم انه يقرا التايم ويشوف الخمسين وجهه. دي مصر، وان شاء الله نعدي، و2023 تبقى كمان سنه للسياحه زي ما احنا شايفين. نروح بقى للشيء الجميل اللي هيحدث غدا باذن الله، مبادره رائعه. المبادره اولا اسمها هايل، كتف في كتف، يعني يعني كتف في كتف، وايه، هنلف الدنيا والخير هيعم عليها. كتف في كتف دي كلمه مصريه، اللي هو ايه، كتفي في كتفك، يعني هنعدي وهنعمل حاجات كتير. المبادره ببساطه جدا الحقيقه مبادره يعني بتقوم على التكافل والتراحم، وان احنا ايدينا في ايدين بعض، وانه محدش ممكن يعدي ازمه لوحده. لما بيبقى الناس حواليك
وحاسة بيك وطبطبة وحماس ودعم وسند بنعدي. مبادرة كلنا واحد كمان، دي مبادرة كمان تانية هنتكلم عن كتف في كتف كمان في البرنامج النهاردة. لكن في مبادرة أنا سعيدة، كثرة المبادرات تعني الخير. هذه المبادرة طبعا برعاية رئيس الجمهورية، وأطلق مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية مبادرة تهدف إلى توزيع عبوات غذائية على أهالينا من محدودي الدخل بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. وده طبعا حرص من وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كامل المواطنين. الحقيقة الصورة حتى أنا شفتها موجودة في أكثر من موقع، ورجل يعني الداخلية هو بيوزع الأشياء، فيها كده من الإنسانية والتراحم والجمال. أعتقد هذا الشهر هيكون، يعني أنا متأكدة أنه الشارع المصري هيكون عنوانه كتف في كتف، الرحمة والإنسانية. وحنعدي، تعالوا نروح لهذا التقرير من الخاص بطبعا وزارة الداخلية، ثم نعود ونستكمل معكم باقي فقراتنا لهذا اليوم. أرجوكم عودوا إلينا، تفضلوا. في إطار المشاركة المجتمعية لوزارة الداخلية، وفي إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، أطلق مأمور الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية مبادرة لدعم أهالينا من محدود الدخل بكافة دوائر الأقسام والمراكز بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، وتوصيل المواد الغذائية لهم بأماكن تواجدهم. كل سنة وانتم طيبين وتعودوا له بخير يا رب، وتعودوا له بخير وانت طيب، وأولادكم طيبين وعيالكم طيبين وشعب مصر كله طيب. احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا، رجالي سد ومريع. كل سنة وانتم طيبين وتعودوا له بخير، انت والريس وشعب مبارك ان شاء الله. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وقد المسؤولية. سنة طيب يا سيسي. مش محتاجة أي حاجة؟ سلامتك، ربنا يخليك يا حاج. هو إيه في الدنيا أغلى من مصر عندي. كل سنة وأنت طيب على دعمنا لينا، كل سنة وهو طيب في شهر رمضان. وشرطة قوية في ظهرنا. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وقد. توزيع هذه العبوات يتم من خلال مأمور الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديريات الأمن، يتوجهون مباشرة لتسليمها لهم كأحد الإسهامات الفاعلة والاجتماعية من الوزارة، والتي تعكس روح المشاركة بين الشرطة والمجتمع. تعال عليكم ألف ألف خير يا سيدي. أشكر وزارة الداخلية اللي هي فاكرانا وفاكرة الناس البسيطة والناس اللي كرهون وجونا وافتكرونا بحاجة رمضان. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا اديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل دي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل سنة طيب بمناسبة رمضان. السيد المأمور جاني واداني كرتونة رمضان. شكرا لسيادتك يا رئيس، وكل عام والشعب المصري كله بصحة وسلام. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا. كل سنة وانت طيب يا رئيس، وخليك لنا كل سنة وانتوا طيبين. أشاد المواطنون المستفيدين من هذه المبادرة بحرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية لرفع الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي فرضتها المتغيرات الإقليمية والدولية وتؤثر على أسعار السلع المختلفة. دي هدية سيادة الرئيس. ربنا يخلي رسمي يا رب، حاجة النبي يخلي يطفي عمره. وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فاكرة هادي كانت زمان، وبلدي جدا التاريخ من بعدها. عيشي حرة يا بلادي.
قوافي الإنسانية لوزارة الداخلية محملة بالخير مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ترسم فرحة على وجوه الأهالي بالمناطق الأكثر احتياجاً، وتحمل معها رسائل الدعم والمساندة لهم والتأكيد على الاستمرارية لتصل لكل ربوع الوطن. كل سنة طيبين ورمضان كريم لكل الناس، ونشكر الشرطة. وشرطة قوية بظهرنا يا مصر ياللي شمسك لا يوم. كناش متخيلين إن سعادة الرئيس افتكرنا في الأماكن دي، وكل سنة ومصر كلها بخير وشعبها وأهلها وكله بخير. كل سنة وانتم طيبين، والله يبارك لنا الله فيكم حاجة. ويبارك في السيسي ويخفيكم شر خطاه وبلاءه، وتعودوا لها بخير يا رب. بلدي جت زمان وبلدي جت تاريخ من بعدها، وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. أنا متأكدة إنه غدا هيكون استاد القاهرة، يعني كمية الطاقة الإيجابية اللي هتكون موجودة فيه هتكون كافية جدا إن احنا نتأكد دايما إن المصريين دايما على قلب رجل واحد. غدا يستقبل استاد القاهرة احتفالية ضخمة جدا للإعلان عن مبادرة كتف في كتف. المبادرة إيه حكاية المبادرة؟ هي مبادرة للحماية الاجتماعية، وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، وذلك طبعا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، يعني الأهالينا الأكثر احتياج. هتأتي هذه الاحتفالية الحقيقة بعد الإطلاق الفعلي للمبادرة على أرض الواقع، يعني بدأت المبادرة بالفعل من يوم 10 مارس، وبدأ توزيع طبعا كل المساعدات الغذائية الضخمة زي ما أنتم شايفين. المساعدات مش بس موجودة في محافظات جمهورية مصر العربية لناسنا وأهلنا الأكثر احتياجا، بنتكلم على أكثر من 4 مليون مساعدة غذائية. الأجمل كمان هو شباب مصر اللي زي الورد ده اللي واقف كمان يساعد. العمل التطوعي شكله حلو، شايفين السيارات اللي بتجوب محافظات مصر. الأهالي كمان لما يشعر بأن أنت داخل عليه بالخير، داخل عليه بأنه أنا معاك، أنا كتفي في كتفك، أنت مش بس لوحدك، كلنا في أزمة واحدة لكن كلنا هنعديها. وشوف بقى كمية الناس والخير والتعبئة والشباب والعمل التطوعي. وعايزة أقول لكم طبعا المبادرة ليها صفحة موجودة على الويب سايت للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي بينضم كمان مع المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية، بيضم 33 كيان تنموي ومؤسسة وكل مجتمع على يعني هذا الفعل الجميل للخير، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. الجميل طبعا في الاحتفالية كمان المجهود الكبير زي ما انتم شايفين، كل الشباب دول متطوعين. أنا سعيدة جدا، إحنا متفقين بأنه مصر شبع، عدد الشباب في مصر يمكن هو التعداد الأكبر للتعداد السكاني، فلما أنت تلاقي الشباب اللي هيبني بلدك بكرة هو اللي واقف وهو اللي بيوزع وهو اللي محتضن المسألة مع التحالف الوطني الأهلي مع المؤسسات الاجتماعية، أعتقد هي دي المسيرة اللي مصر ممكن تكمل بيها ونعدي بيها كلنا. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل ونعرف أيضا على أرض الواقع إيه المحافظات اللي بدأ فيها العمل بالفعل. معايا الأستاذ محمد جمال مسؤول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور أستاذ شافكي، وبرحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين. الحقيقة الصورة تفرح القلب، وأنا شايفة أنه حجم الكرتونة كبير وكمية الشباب المتطوع. كلمني أولا على يعني بدأتوا في أي محافظات، والعربيات اللي شفناها على طريق مصر في طرق مصر دي متجهة إلى فين؟
يعني في البدايه خليني اشكر حضرتك واشكر التلفزيون المصري على تسليط الضوء على الجوده النوويه اللي بتحصل في مصر ودور المجتمع المدني، والحقيقي اللي ده بيدينا طاقه كبيره جدا واحنا بنتحرك في ان احنا نقدم المساعدات لاهلنا من الاسر الاولى بالرعايه. يمكن احنا في التحالف الوطني للعمل التنموي الاهلي اتفقنا وكان انطلاقنا من مارس 2022 وعندنا رؤيه كبيره جدا ان العمل المجتمعي والعمل الاهلي لو اجتمع وتوحدت الصفوف هنقدر نقدم مساحه من الدعم الكبيره جدا جدا للاسر، واللي سر فيها هي اللي حضرتك قلتيه هي الشباب والتطوع، وان فكره التطوع هي فكره مزروعه في الروح المصريه وفي العقل صحيح والقلب المصري الحقيقي اللي احنا دايما بنشوف الجار بيساعد جار والشاب بيساعد الاكبر منه سنا، لو حد بيشوف اي حد محتاج بيقدم له دايما المساعده. مبادره كتف في كتف هي مبادره مش ما نقدرش نقول عليها بس هي مبادره لتوزيع المساعدات الغذائيه، وان كانت هي المبادره الاكبر في مجال التكافل الاجتماعي والحمايه المجتمعيه لتقديم المساعدات الغذائيه، ولكن هي مبادره امل، مبادره بنحاول نوصل فيها رساله للمستفيد والاسره الاولى بالرعايه، بنقول له ما تقلقش احنا في ظرف ياما عدت علينا كمصريين طبعا ظروف اصعب، ولكن احنا تجاوزنا الظروف دهيه بان احنا نبقى كتفنا في كتف بعض. بنقول كمان للشباب اللي يقدر يقدم مساعده ودعم للناس اللي حواليه بنقول له كتفنا في كتف بعض هنقدر نساعد بعض ونعدي الازمه يعني. اكيد. طيب استاذ محمد جمال قول لي بقى الفعاليات غدا هتكون عامله ازاي في الاستاد؟ يعني اعلان الاحتفاليه غدا، يعني الفعاليات هيكون شكلها ايه؟ يمكن احنا من النهارده كده في استاد القاهره بنستعد لاستقبال وفود من الاف المتطوعين المشاركين في مؤسسات التحالف الوطني للعمل التنموي الاهلي، واللي بنشرف من خلال 33 مؤسسه، والمؤسسه عندنا اللي بينتمي ليها مؤسسه صناع الحياه عندنا اكثر من 20,000 متطوع يشاركوا في فعاليات مبادره كتف في كتف، واللي هم الروح الحقيقيه والشباب المصري الجميل اللي قرر ان هو يتطوع بوقته وجهده وماله وتبرعه عشان يقدم المساعدات للاسر اللي حواليه. احنا النهارده في استاد القاهره بنجهز لاستقبال المتطوعين من غدا صباحا، وهيزيد احتفالنا سعاده بان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هيشرفنا في احتفاليه كتف في كتف واطلاق المبادره في توزيع 4 مليون مساعده غذائيه. احنا في استقبال المتطوعين صباحا هنقدر نشارك في مشاركه لتعبئه نموذجيه لتعبئه الكراتين، يمكن زي ما حضرتك ذكرتي المبادره احنا من 10 مارس واحنا بنستعد ليها، كان عندنا فعاليه في كل المحافظات يوم 10 مارس بنحاول ان احنا نعبي فيها الكراتين، وان شاء الله بكره هتكون انطلاقه البدء في دعم وتقديم الخدمات لاهلنا من الاسر الاولى بالرعايه من خلال الشباب المشاركين بكره معانا في احتفاليه كتف كتف في استاد القاهره. انا عارفه ان المحافظات الحقيقه كثيره، يعني حتى هتوصلوا الى عدد من المحافظات اللي حتى على الحدود المحافظات الحدوديه، فيعني قول لنا برضو عدد من المحافظات. يمكن تركيزنا بشكل كبير جدا جدا ان احنا نقدم الخدمات لابعد محافظه بنتحرك عليها، فكره المحافظات الحدوديه، محافظات الصعيد، محافظات الدلتا، مفيش محافظه في مصر الا بنشتغل عليها، ولكن عندنا منهجيه عمل هي ان احنا بننزل دراسه لكل القرى المصريه اللي احنا بنشتغل فيها علشان ندرس لوضع الاسر واحتياجها عشان نقدر نقدم لها المساعده الحقيقيه اللي بنشتغل عليها. يمكن احنا عندنا عربيات بتتحرك النهارده رايحة مرسى مطروح، عندنا كمان تريلات وعربيات بتنقل المساعدات الإنسانية لشمال سيناء وجنوب سيناء، عندنا عربيات رايحة حلايب وشلاتين. النهاردة احنا من يوم 10 مارس واحنا بنوزع في صعيد مصر، احنا كنا في احتفالية يوم 10 مارس في سوهاج وفي أسيوط وفي جنة لحد أسوان بنوزع فيها المساعدات الغذائية من خلال مؤسسات التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي، واللي بنكمل فيها المسيرة إن شاء الله ونحتفل بكرة بإيه ان احنا بنكمل 4 مليون كرتونه بنوزعها في كل محافظات مصر. اكيد. انا عايز اعرف بقى هل اقدر اعرف الكرتونه فيها ايه؟ اولا حجمها مثلا هيكفي الاسره لمده قد ايه؟ طيب هو الكرتونه بتبقى متنوعه على حسب احتياج الاسر اللي احنا بنشتغل عليها، ولكن بتكون فيها المكونات الغذائيه الاساسيه. احنا عندنا نوعين من المساعدات اللي بنقدمها، هو نوع من المساعدات الجافه اللي بنقدر نديها الاسره هي قادره على انها تعتمد على نفسها، فبيكون فيها عدد من اكياله بيقلش عن 4 كيلو رز موجود فيها، 2 كيلو سكر، في زيت، في صلصه، في ملح، في المكونات اللي بيحتاجها الاسره من جبنه، فول، بلح، الاحتياجات اللي بيحتاجها في خلال شهر رمضان. اللي تقدر تبقى خزين عنده لمده الشهر. بالظبط. في كمان اسر مش قادرين ننساهم، هو السيده اللي مش قادره او الراجل الكبير في السن اللي ما عندوش حد يرعاه،
بنشتغل من خلال التحالف الوطني لعمل التنميه والاهلي اكثر من 1.5 مليون وجبه هيتوزعوا في شهر رمضان، وهي وجبات سخنه بنوصلها للاسر المستفيدين لحد منازلهم. تمام، يعني هي كده اذا احنا بنتكلم كمان عن دراسه لاوضاع الناس، فالاوضاع الاكثر احتياجا سواء اللي يقدر يعتمد على نفسه واسره كبيره مثلا يبقى عندها هذا الخزين اللي موجود في الصندوق، او الاسر اللي ما عندهاش حد يساعدها هيوصل لهم لحد عنده. ده مظبوط، ودي قيمه مهمه جدا ان احنا بنشتغل من خلالها في التحالف، هي دراسه الاحتياج الحقيقي للاسر، وان انا مش بدي المساعده بما يتناسب مع امكانياتي على قد ما بما يناسب احتياجات الاسره. دي نقطه مهمه جدا. كمان تشاركيه البيانات ما بيننا في مؤسسات التحالف الوطني، وده اول مره بيحصل في المجتمع المصري، ان كنا نعاني قبل كده ان ممكن نلاقي اسره خدت اكتر من مساعده من اكتر من جمعيه، فقدر اكتر من جمعيه توصل لها، واسره ثانيه جنبها ما حدش يعرفها، أسرة ما حدش عارف وضعها فما بتعرفش يوصل لها المساعدات. من خلال مشاركتنا لقواعد البيانات وتنظيمنا للنقطة دي مع أجهزة الدولة قدرنا إن احنا نعمل قاعدة بيانات موحدة عشان نقدر نوحد الجهود ما بيننا وما بين بعض كمؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات، فما يحصلش مساحة التكرار ونقدر نقدم خدماتنا لعدد أكبر من المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية. أكيد، أنا الحقيقة يعني كلنا في انتظار هذه المبادرة الجميلة لأهالينا ولناسنا ولبلدنا، وسعيدة كمان بأنه الشباب حتى لابسين يونيفورم، يعني في توحد حتى الكل كده شكله شبه بعضه، الإيد في الإيد وشباب ماسكين الكراتين، وحاجة كده جميلة، عمل تطوعي جميل وراقي يبني كده من جوه الشخصيه المصريه. يعني الاستاذ محمد جمال مسؤول قطاع الصعيد بمؤسسه صناع الحياه، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله هنعدي، الخير هيبقى كتير باذن الله في هذا الشهر الرائع اللي هيحل علينا ببركته وبكل حاجه حلوه فيه باذن الله. تعالوا نروح لخبر تاني. شركه هيستون بورتس استثمار نحو 700 مليون دولار في ميناءين مصريين رئيسيين، وبيرتفع ده بقى إجمالي الاستثمارات طبعا بتاعة الشركة في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليار دولار. طبعا هيستون بورتس بتستثمر في تطوير محطة جديدة للحاويات في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، وفي رصيف كمان مية، وهو محطة حاويات جديدة في الإسكندرية على البحر المتوسط. انتوا عارفين انه من فترة الدولة والحكومة بتعمل على تحسين وتطوير يعني ميناء السخنة والإسكندرية، في شغل كبير جدا عشان يتم استقبال هذه الحاويات الضخمة الكبيرة وتقدر تدخل ويبقى في استثمار أكثر وأكبر موجود في مصر. مزيد من التفاصيل هتكون مع دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة. مساء الخير دكتور ماجد. مساء الخير أستاذ شفكي، بحيي حضرتك والسادة المشاهدين الكرام. طب شركة هيستون بورتس دي شركة كبيرة، يعني فكلمنا على هذا الاستثمار الكبير. بدءا ببدء حضرتك أشرتي النقطة مهمة جدا في بداية حديث حضرتك عن الجهود اللي بتبذلها الدولة في تطوير الموانئ وإعادة فتح الموانئ المغلقة، بل وتجديد الموانئ القديمة وإنشاء أيضا موانئ جديدة. تمام. لو بصينا للشركة هيستون هنلاقيها انها من الشركات العملاقه في هذا المجال، مقرها الرئيسي في هونج كونج. استثماراتها الاجماليه ما يقرب من 1.5 مليار دولار في هذا المجال. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، حاليا بتقدم على استثمار بحجم 700 مليون دولار في ميناءين رئيسيين. الميناء الاول هو ميناء العين السخنه في البحر الاحمر، و الميناء الثاني في الإسكندرية رصيف 100، محطة حاويات جديدة في كل ميناء من هذه الموانئ. تمام. لو جينا بصينا هنلاقي إيه الحافز أو المشجع لهذه الشركات الأجنبية على القدوم إلى الاستثمار في مصر؟ نمرة واحد، الاستقرار السياسي والأمني. نمرة اثنين، تشجيع الدولة ودعمها لهذه القطاعات بشكل كبير جدا، سواء البنية التحتية أو القطاعات اللوجستية أو قطاع الموانئ أو ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية للقدوم للاستثمار في مصر. مصر حباها الله بموقع استراتيجي مميز طبعاً. جدا، وبالتالي في هذه في هذه الصناعة أو في هذا المجال تتمتع مصر بميزة نسبية تشجع الشركات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال على القدوم إلى مصر، لأن
اللوجستيات والموانئ والنقل وما إلى ذلك. الموقع هو العنصر الأساسي طبعاً فيها، وأيضا البيئة الاستثمارية أو كما يسمى المناخ الاستثماري. طبعا الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهد كبير جدا في ملفات عديدة، ليس فقط ملف البنية التحتية، تجديد الموانئ، فتح موانئ جديدة، فتح الموانئ المغلقة، وإنما أيضا ملف خطير جدا جدا بتنظر إليه الاستثمارات الأجنبية بل والمحلية، وهو ملف الإرهاب. أيضا ملف القوانين وتشجيع الاستثمار وحوافز الاستثمار، ما يتعلق أيضا بالمشروعات القومية الكبرى. مجيء شركات كبيرة عملاقة في تخصصات أو مجالات مختلفة، ده بيبقى حافز لشركات أخرى، لأن رأس المال يبحث عن الفرص وبيبحث صحيح عن دراسة السوق ودراسة أيضا استقرار القوانين وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لجذب أو لمزيد من جذب رؤوس الأموال. أكيد. مجال الموانئ في مصر مجال غني جدا، مجال الموانئ في عدة جهات، عندنا البحر الأحمر وعندنا كمان البحر الأبيض المتوسط. مصر صحيح فيها حوالي 15 ميناء تجاري، أهمها ميناء الإسكندرية، بها موانئ بترولية، أهمها ميناء سفاجة، موانئ تعدينية، موانئ تتعلق بالسياحة زي بورت غالب مثلا طبعا، موانئ في مجالات متعددة. يعني حتى كلام حضرتك كأنه إحنا بنفتح المجال الآن لاستثمارات متنوعة، يعني لأنه طبعا هذه الموانئ زي ما أنت قلت كل ميناء له يعني المنطقة بتاعته التجارية أيضا الاقتصادية، وكل ميناء أيضا له موقعه وجغرافيته، فأعتقد أنه هيفتح المجال أكثر لاستثمارات أكثر لشركات أكثر في بلد واحدة. يعني ده ما بيحصلش في بلاد كتير يكون عندها هذا الموقع الاستراتيجي المتنوع بين بحرين وقناة سويس، يعني ده ما بيحصلش كتير يعني. طبعا طبعا مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات، والدليل على ذلك مش بتحيز لبلدي علشان أنا مصري، لكن الدليل على ذلك هو قدوم شركات عملاقة للاستثمار في مصر في مختلف المجالات، وليس فقط في مجال الموانئ وإنما في مجالات عديدة جدا جدا. وبالمناسبة احنا عندنا موانئ متخصصة في التعدين، موانئ سياحية صحيح وموانئ للصيد أيضا، وبالتالي أيوة تنوع المحفظة الاستثمارية في وجود مجالات عديدة. الدولة وضعت بوابة إلكترونية للفرص الاستثمارية، يقدر المستثمر الأجنبي يدخل على البوابة الإلكترونية، يدخل على البوابة ويعمل دراسة الجدوى بتاعته ويقدر يشوف صحيح كل حاجة وقاعد على مكتبه في دولته. أكيد. وأيضا مصر بما فيها من مزايا عديدة، مصر ليست فقط بتشجع الاستثمارات وإنما أيضا في حرية لدخول وخروج رؤوس الأموال، لأن المستثمر أيضا صحيح بيدور على أنه هيستثمر ويخرج جزء من أرباحه صحيح أو أرباحه إلى دولته الأم أو إلى شركاته الأم، وبالتالي هناك تيسيرات جديدة تم منحها من قبل الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية لدعم مزيد من الاستثمارات. يمكن سمعنا حتى مؤخرا فخامة الرئيس وفخامة دولة الرئيس كان بيتكلم عن المزايا أو التسهيلات التي تم منحها للحصول حتى على الجنسية صحيح، لأن في بعض المستثمرين في جنسيات معينة بيفضلوا أن هم يبقى عندهم الجنسية المصرية صحيح، من بعض الجنسيات العربية اللي يمكن عندهم مشاكل سياسية أو مشاكل صحيح وناس كتير وهناك شروط كثيرة، والحقيقة شروط يعني بتضمن لكل واحد حقه، يعني مصر حقها وأمنها، وكمان بتضمن لكل واحد أن يكون جاد ويبقى جدير بأنه يحصل على هذه الجنسية. دكتور ماجد عبد العظيم أنا بشكرك شكرا جزيلا الحقيقة، وإن شاء الله يعني نشهد مزيد من الاستثمارات وأخبار تبقى متنوعة. زي ما احنا قلنا ده دايما بيبقى فيه أهم حاجة الاستقرار، وأهم حاجة إن نكون شايفين إنه الدولة كمان في تطوير الموانئ
زي ما احنا شايفين، ده بيخلي بعد ما انت بتخلص البنية التحتية بتاعتك وبتهتم بالمواني بتاعتك تبدأ تطرح بعد كده كل ما تملك انت من موارد وتحطه على الخريطة بتاعتك، فيبقى المستثمر يبدأ يشوف هو يقدر يجي ويقدم ايه ويشارك ايه. واحنا شايفين بقالنا فترة عدد من المستثمرين الكبار جدا، شركات كبيرة وعملاقة، بدأت فعلا انها تبحث على هذه المجالات الموجودة والمتاحة في مصر. تعالوا ناخد فاصل ونرجع نكمل معكم التاسعة لهذه الليلة. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة 16 مارس طبعا يعني يوم المرأة المصرية، والمرأة المصرية الحقيقة تستحق مش بس يوم، تستحق يعني حاجات كتير جدا، مش عشان أنا امرأة ولكن هي دي الحقيقة، الأم، الأخت، الابنة، الخالة، الجدة، العمة. المرأة المصرية بكل الفئات والتنوع اللي موجود والتنوع الشديد كمان اللي موجود في مصر، المرأة المصرية في كل مجال في مصر أثبتت الحقيقة وجودها ونجحت وتحدت وفي كل ده أهم حاجة عند المرأة المصرية طول الوقت أسرتها وبيتها. وما تسمعوش للكلام لما بيبقى فيه خلافات، صدقوني المرأة بيهمها أسرتها قبلها وقبل نفسها. وعلشان كده تلاقي المرأة المصرية يقولك إيه، دمعتها دايما عزيزة، لأن هي زي ما هي قوية جدا في الحياة وفي شغلها، ولكن هي ضعيفة جدا أمام أسرتها. تحب أسرتها تبقى في الأمام، الولاد يبقوا ناجحين، بيتها يبقى تمام، جوزها يبقى تمام. المرأة المصرية في كل مكان وفي كل وقت حقيقي أثبتت نفسها ومشرفة في مجتمعها المصري. اليوم إن شاء الله في الجزء الثاني من التاسعة هيشرفني عدد من النماذج الجميلة والمتنوعة، وحاولنا نختار مجالات مختلفة. يعني مثلا هنعيش مع أول عازفة بيانو الأستاذة مارسيل ماتا، وقصة لطيفة إنسانية ما بين الموسيقى والزواج والحياة، هنسمع حاجات لطيفة جدا. منة طلاع عصام أول كفيفة تحقق أرقام قياسية في رياضة القوس والسهم، فهنشوف برضو منة إزاي تحدت كل ده. هنشوف كمان ماريا هشام أصغر سفيرة لمبادرة فاهم للدعم النفسي، وهنشوف كمان الأستاذة أماني خليل أول عداءة مصرية عمرها 50 عام. نماذج الحقيقة فيها تحدي، هيشرفوني وينوروني هنا، ويبقى ده معانا في الجزء الثاني من التاسعة. أما بقى الفقرة دي اللي أنا هتكلم فيها مع حضراتكم هي قصة، بس قصة زي قصص الخيال. عارفين القصص الدرامية اللي تبدأ كده وتقول ده دراما؟ لا، دي قصة فعلا كأنها دراما. شخص من محافظة المنيا عثر على أشقائه، أشقائه متغيبين، يعني ما كانش في اتصال بينهم، بس تفتكروا كم سنة؟ شهر، اتنين، سنتين، تلاتة، هما تلات إخوات، 48 عام. تخيلوا يعني قعد 48 عام ما يعرفش إخواته فين. قصة غريبة تفاصيلها كتير جدا، حصلت إزاي، بطل القصة، خليه يحكي لنا القصة نفسها ونسمع منه العودة لإخواته بعد 48 عام. الأستاذ محمد سعد، مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أستاذ شفكي. يعني أنت بطل القصة، يعني 48 سنة ده عمر كامل يعني. الحمد لله رب العالمين. القصة بدأت إزاي وبعدتوا عن بعض إزاي؟ والله القصة هجرة الأب سنة 59، وقرر والدي السفر للمملكة العربية السعودية. ساب والدتي وأخويا الكبير. بعد كده أرسل والدتي دعوة تمام عشان تقيم معاه. الكلام ده كان سنة 68 تمام. بالفعل راحت لبت الدعوة وحملت بيا، بس ما استحملتش الحياة هناك لأن كان ليها سبب قبل كده، إن كان عندها ولدين وتوفوا، فخافت عليا من موضوع الموت والوفاة، فقررت الرجوع والعودة إلى ملوي المنيا في مصر. تمام. والدي طلب منها تاني إنها ترجع للسعودية ورفضت، فقرر والدي الجواز من مصرية مقيمة بالسعودية. تمام. تم الزواج وأنجب لنا ثلاث أبناء ذكور، فتحي
ومصطفى وايمن، واحنا ثلاثة فبقينا ست افراد. تمام، يعني انتوا ثلاثة ثلاثة في ملاوي في الصعيد، وثلاثة موجودين في السعودية مع الوالد. تمام تمام. سنة 75 دعا والدي، دعا والدتي واخويا وهانا ورحنا. كان عندي حوالي 5 سنين ونص واخويا كان عنده 16 سنة، وقعدنا معاهم بالظبط المدة كلها اللي قعدناها شهر. تمام. يعني انا شفت ابويا 22 يوم. تمام. الفترة كلها. طبعا واحنا هناك والدي كان اصيب بكانسر في الكبد، فقرر ان هو العودة لمصر عشان العلاج، لان الفترة دي في السعودية كان العلاج من مرض الكانسر مش متوفر، ويمكن العلاج في مصر افضل. رجع مصر واستنى هناك في السعودية، واراد العلي القدير ان هو يتوفى في مصر واستنى احنا هناك. بعدها عرفنا احنا حوالي 15 20 يوم رجعنا مصر، وكانت دي كانت اخر الرحله بالنسبه لاخواتي، لان احنا تعايشنا معاهم اكل شرب فتح حياه طفوله لمده شهر كامل، فطبعا مش هيتنسى من الذاكره ولا يتمحي ابدا. رجعنا لبلدنا، بدانا بعد كده هم استقروا في السعوديه. لما كبرنا شويه انا واخويا، لان اخويا كان في ثالثه اعدادي وانا كنت لسه طفل صغير، بدانا بعد فتره كده ان احنا نبحث عن اخواتنا اللي هم موجودين في السعوديه. بقت كل المحاولات بالفشل. يعني انقطع الاتصال، انقطع الاتصال تماما، نوصليهم. انقطع الاتصال بينكم تماما، مفيش اتصال اساسا خلاص. يعني ايه الام اذا كانت من ناحيتنا احنا خلاص مفيش اي صله. الام هناك برضو خايفه على اولادها من حاجه ما نعرفهاش، فحصل الانفصال التام. تمام. التقي... كانت الوسيله الوحيده طبعا. أيوة. ما كانش فيه تواصل اجتماعي ولا وسائل موجوده. أيوة. كانت الوسيله الوحيده اللي كانت موجوده حضرتك، ان احنا كان اي مؤتمر او اي حاجه او اي رايح تعاقد كنا نقول له بس العنوان. فوجئنا بعد كده ان البيت تم هدمه وبيعه وهدمه، واتبنى فندق، والفندق ده بعد كده اتضم للتوسعه بتاعت الحرم النبوي الشريف، لان احنا بيتنا كان على بعد حوالي 5 يعني حتى البيت خلاص ما بقاش موجود. اتنحى. طيب وصلتوا لبعض ازاي في الاخر؟ حصل الاتصال ده ازاي؟ والله انا من 2005 وانا بحاول ان انا اتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي. كل المحاولات بقت بالفشل، لحد ما ربنا اراد في صفحه لها كل الاحترام اطفال مفقوده، بعت عليها يوم 12/3. بعت البوست او كتبت البوست بتاعي، تاني يوم الساعه 4 اتصلوا بيا، فبيقول بعد اذن حضرتك عايزين البطاقه عشان خاطر ننشر المنشور بتاع حضرتك على الصفحه. تمام. اتصل الساعه 6، الساعه 8 جاب 250 تعليق. قريت تعليق. انا اتوقع ان يطلع ايمن ولا يطلع فتحي ولا يطلع مصطفى اخواتي، يقول انا اخوك من التعليقات. ايوه. طلعت واحده محترمه بمناسبه ان الستات والست واليوم العالمي للستات. طبعا الستات المراه دي هي اللي جمعتكم. هي الام وهي الاخت، هي الست اللي دلت لي على اخواتي. يا سلام. طبعا. الست دي تواصلت معاها على الواتس، وبلغتني ان انا قريبه امهم، وفي خلال ساعه هيكون واحد من اخواتك بيكلمك بعد 48 ساعه. هو احنا ما عندناش اي صور لاخواتك؟ فالمهم انتوا تواصلتوا مع الثلاثه، يعني اتجمعتوا كلكم. ما كانش عندي اي حاجه ليهم خالص. انا بعت صوره للوالد بس على الصفحه بتاعتهم، فهي شافتها وبلغتني ان انا اعرف الثلاثه وهبلغهم دلوقتي، واحد منهم هيكلمك. اتواصل معايا بعد الساعه 11 ونص يوم 13/3، وده انا بعتبره يوم عيدي، يوم فرحي، يوم فرح الاسره طبعاً كلها. طبعا طبعا. احنا لله الحمد مش عاوزين حاجه من حد ولا عاوز حاجه من اخويا. انا عاوز انت عايز اخوك، عايز اخويا قلبي زي ما قالها مصطفى اول كلمه قالها لي اخويا من السعوديه، قال لي يا تاج راسي انا عاوزك في حضني. قلت له انا عاوز اقول قلبي الله. انت واخواتك الاثنين ووالدتك اللي هي امنا، الست اللي دفعتهم
اللي انا عرفته بعد كده ان مصطفى كان بيدور علينا من 2015. تمام. وفي الاخر التقيته وتلم شمل الاسره من يعني، ودي اجمل حاجه انه تتلم الاسره والناس ترجع. قصص كتير ماليه الحياه، هي الدراما بتعمل قصصها منين؟ من القصص الحقيقيه دي. يعني شوفوا برضو تظل الاخوه وتظل الاسره هي اكتر حاجه يفتقدها الانسان، واكتر حاجه الانسان يعني يبقى قلقان انه عايز اخواته وعايز عيلته ويتلم الشمل ويرجع. انا بشكرك جدا بطل القصه محمد سعد، وبتمنى لكم ان شاء الله ان انتم تقضوا ايام بقى يعني اجمل ووقت اكبر ويتلم شمل الاسره من جديد. حاجة حلوة لما وحكايات الأسر دايما بتبقى إنسانية وحلوة. طيب تعالوا نروح لهذا الخبر، وإن يبدو خبرا فنيا ولكن خلينا نعرف القصة إيه. رفضت المحكمة الاقتصادية الدعوة التي تقدم بها ورثة الفنان الكبير أحمد زكي ضد الكاتب محمد توفيق مؤلف كتاب أحمد زكي 86. وكان ورثة الفنان أحمد زكي قدموا وحركوا دعوى قضائية من شهور ضد مؤلف الكتاب بسبب ما وصفوه بمعلومات مغلوطة في الكتاب على حد قولهم. خلينا نعرف التفاصيل ايه، ونعرف الكتاب ايه، وايه المشكلة بالظبط كده، ونشوف كمان البراءة اللي حصل عليها الكاتب محمد توفيق. خلينا الأول نقول له مبروك الكاتب محمد توفيق مؤلف كتاب أحمد زكي 86، مبروك البراءة ومساء الخير. الله يبارك في حضرتك، متشكر جدا جدا. اولا قولي يعني البراءه كانت من ايه، يعني ايه التحفظ اللي كان موجود لدى ورثه الفنان احمد زكي؟ اولا يعني هو ورثه الفنان احمد زكي اللي هم اخواته يعني من والدته الله يرحمها رفعوا دعوى، ويعني كتبوا ادعاءات كتير في الدعوه دي، انه يعني الحقيقه يعني مغلوطه دي ألطف تعبير حضرتك استخدمتيه، لأن هم كانوا وصفين أوصاف يعني صعبة شوية، إنه الكتاب فيه بيفين أحمد زكي وبيفين والدته وهكذا يعني، وبالتالي فإحنا بنروح لمساحة يعني تخض شوية في التوصيف اللي في الكتاب. تمام. وده كان يخليني على مدار الست شهور اللي فاتوا اللي هو فترة التقاضي مش قادر أرد وأتكلم، لأنه في النهاية أنا هعبر وجهة نظري. بينما أنا الحقيقة كنت منتظر رد القضاء عشان يبقى في حيثيه واضحه للمساله، ما نبقاش كلامي قدام كلامهم. وهل هم كانوا شايفين انه يعني يعني بما حضرتك وصفته بانه ما زارش والدته يعني وهي كانت مريضه، هل ده كانوا شايفينه انه يعني الحاجات دي بتبقى حساسه في العائلات؟ يعني انت كان ردك ايه؟ يعني من اين مصدرك لهذه المعلومات؟ بص، احيانا في حاجات هم ذكروها هي مش في الكتاب، يعني هو الكتاب ما فيهوش الجزء ده اصلا، لان الكتاب سنه 86 فقط. تمام. هم قالوا الكلام ده في الاعلام، لكن هو ده مش في الكتاب اصلا خالص. يعني خالص الكتاب يعني احمد زكي 86 فقط. انت بتحكي عن حقبه 86 فقط. بالظبط بالظبط، وعن السنه دي وتاثيرها في تاريخ مصر. والحقيقه ده الكلام اللي كان واضح جدا في تقرير خبير المحكمه، لانه المحكمه انتدبت خبير متخصص في الملكيه الفكريه دكتور، وهو يعني اللي كتب تقرير فني 62 صفحة عن القضية، قال فيها الحقيقة كلام مهم مش لمحمد توفيق ومش للكتاب بتاع أحمد زكي، لكن لكل كتاب مصر. تمام. إنه أهمية الكتابة عن الشخصية العامة، لأن هما برضو كان من الحاجات اللي هما دافعين بيها إن ما يحقش الكتابة إن أنا أكتب عن أحمد زكي إلا بالرجوع للورثة وبإذن كتابي منهم. صحيح. لكن اللي طلع في الحكم بقى، والحمد لله انه الحكم يعني لصالحي، انه ده وده مكتوب في، يعني انا هقرا حضرتك من تقرير خبير اللي انتدبته المحكمه: الفنان احمد زكي شخصيه عامه، ويحق لاي شخص الكتابه عنه شريطه عدم تعمد الاساءه. تمام. وبرضه قال الخبير: الكتاب ينطق بحب الفنان وابراز موهبته الاستثنائيه وعلاقاته بمحبيه من اهل الفن والاعلام، وانا بقرا لحضرتك من نص. تمام. يعني الكتاب في صالح الفنان احمد زكي تماما.
بالضبط، وانه الكتاب ليس سيره ذاتيه للفنان احمد زكي، وانما يؤرخ لحوادث مصريه عاصرها الفنان. تمام. ده وصف، وهذا من حق الكاتب. يعني زي ما احمد زكي قدم الفيلم مع الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن عن حقبه الزعيم جمال عبد الناصر اللي هي ناصر 56، انت برضو عملت فكره انه احمد زكي 86. بالظبط كده، بالظبط كده. وهي كمان فكره احنا مبدعينا القيمه الحقيقيه حفظ انت عنهم. يعني صح. يعني انا مثلا في ناس بتسالني بتقول لي لا والورثه وهكذا. طب انا هقول سؤال بسيط للناس كلها عشان الناس حتى تبقى مدركه قيمه القضيه لانها مش شخصيه. لو احنا الفنانه العظيمه ام كلثوم طبعا اهم مطربه في تاريخ مصر وربما في تاريخ البشريه، صحيح، لو احنا يوم ما ماتت قررنا ان احنا ما نذكرش اسمها تاني وانه صورها نخفيها لانه ما ينفعش تظهر لانها ماتت خلاص، لو اتعاملنا ده مع كل الفنانين في تاريخ مصر لا طبعا ما ينفعش، هتفضل عايشه دلوقتي اكتر. يعني ام كلثوم مثلا عايشه دلوقتي زي ما كانت عايشه، بالعكس دي هي عايشه وهي بعد راحلها باكثر من 50 سنه. صحيح، أكثر لان احنا بنحكي عن كل التفاصيل، بنحكي عن مواقف، عن رؤيه، عن ابداع، عن اشياء كثيره جدا ربما ذكرها الفنان مثلا في مقالات في لقاءات، ولكن تجمعها بيدي فكره ثانيه خالص. صحيح طبعا، صحيح يعني. خاصه لما يكون الـ 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 الهدف الرئيسي من الكتاب هو ابراز موهبه الفنان. يعني طبعا. انت طول الوقت الفكره كلها، اولا الفنان ده مش في الفراغ، انا رحت تحديدا في الكتاب بتاريخ مصر. صحيح. ليه احمد زكي 86 تحديدا؟ انه مصر شكلها بيتغير وبيبتدي يبقى احمد زكي النجم الاول، فالمساله كمان صحيح. مش شخصيه خالص، يعني هي المساله صحيح. علاقه بيه ان احنا ازاي نعرف المبدعين. ازاي في نجم كمان مع التغير اللي حصل في مصر، في نجم بيظهر نتيجه هذا التغير. بالظبط كده، بالظبط حقيقي. يعني لا انت طبعا بتكلم يعني واحده عارفه كويس، انا عشت مع فنان وكان في كتاب عن فنان، فانا عارفه كويس قوي قد ايه الفنان. لو حضرتك كاتبه كتاب يعني صحيح، والكتاب برضو يمكن انساني واخد حاجات معينه، فانا اقدر. خليني اقول لك مبروك، تبقى الكلمه حره ويبقى الفكر عايش طول الوقت ويتحدث عن مبدعينا. بشكرك وخلتني دلوقتي حريصه، انا عايزه اقرا الكتاب اشوف احمد زكي 86. وخلينا مره تنورنا هنا ونعمل بقى يعني تحليل للكتاب ونتكلم ونقول لك راينا كمان. يعني بإذن الله. بشكرك جدا الكاتب محمد توفيق بعد براءته من طبعا التهمة اللي كانت موجهة لي، أو يعني ما كان من ورثة الفنان أحمد زكي كان عندهم قلق، ولكن كانت البراءة. والكتاب بعنوان أحمد زكي 86 بنقول لك مبروك. الإبداع أبدا لا يموت والفكر أبدا لا يموت. خليني أروح معاكم لخبر كده تاني ناخده كده مع بعض عن التكنولوجيا. كل يوم بتقدم جديد، مش بس بتسهل حياتنا، دايما نقول التكنولوجيا دي مهمة جدا بتساعدنا، وإزاي بتخلينا نرجع كمان بالزمن لكن بعيون الحاضر. ده اللي عمله شاب اسمه أحمد عبد النبي. عمل إيه أحمد؟ أعاد ترميم صور كتيرة جدا من الوجوه الفنية اللي بنحبها وعشنا معاها وتأثرنا بيها واستمتعنا بيها، علشان يتعرف عليها الجيل الجديد بشكل أقرب، من خلال طبعا أنه يستعمل زي ما بنقول الهاي تيك أو التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. خليني أعرف أحمد عمل إيه وندردش معاه في الموضوع ده، وأعرض عليه الصور كمان ونتكلم مع الأستاذ أحمد عبد النبي وهو مصمم جرافيك. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير، اهلا بحضرتك. يعني قول لي ايه الفكره، ليه حبيت تعود للزمن، يعني زمن الجميل والفنانين، وتحط بقى المسحه بتاعه الذكاء الاصطناعي، او يعني تدينا كده شكل وكانهم عايشين معانا في نفس الزمن الان. هي مبدئيا الفكره مش جديده، احنا استخدمنا ده في اكتر من عمل، سواء اعمال مصريه او اعمال عالميه. يعني مثلا استخدمنا ده في مسلسل اسمه ذا كوانتم، مسلسل امريكي. نفس الفكره اضطرينا ان احنا نرجع لاعب فتره السبعينات، ده كان توفى، كان المفروض انه يظهر في المسلسل. تمام. فاضطرينا نعمل ترميم لالاف المشاهد والصور دي، وبعدين بتكنولوجيا ديب فيك نقدر ناخد وشه ونحطه على المسلسل، على الممثل اللي بيأدي الدور او الكاتب. فطبعا احنا جالنا بعدها فكره ان
المخرج ياسر سامي كلمني ان احنا عايزين نعيد الفنان يونس شلبي في احد الاعمال فيلم المطاردين. فاضطرينا برضو نرمم الاف الصور ليه لان الماتيريال المتاحه قديمه وجوده بتاعتها. احنا بنتفرج دلوقتي استاذ احمد معاك وحضرتك بتحكي، وصوره هي موجوده على الشاشه للفنان يونس شلبي. اتفضل. تمام. احنا هنا اضطرينا نرمم الاف الصور وعملنا موديل بالديب تيك ان احنا نحفظ البرفورمنس بتاعته وملامح وشه كامله، بعد كده نقلناها على الممثل اللي بيأدي الدور وبالبوست برودكشن بعد كده كملنا ان هو يظهر بالشكل اللائق ليه. نفس الفكره وكاننا بنستدعي نفس الشخصيات اللي حبيناها ولكن في عصر تاني. بالظبط. نفس الفكره جات لي مع الفنان حسن فايق والفنانين الاخرين ان احنا في المسلسلات تحديدا السيره الذاتيه. فنان حسن فايق اهو يعني كفايه بس ابتسامته وضحكته الشهيره يعني. بالظبط. هي الفكره ان احنا بنحاول تحديدا في مسلسلات السيره الذاتيه دايما ان احنا نعمل ده ميك اب او نوصل له بشكل قريب. فانا فكرت طب ليه ما نستخدمش الذكاء الاصطناعي ان احنا نرمم الالاف الصور ليهم ونعمل لهم موديلز خاصه بيهم ونبدا ننقلها في الاعمال اللي جايه، اعمال السيره الذاتيه اللي جايه. بحيث يبقى ده متاح بديل للميك اب. تمام. وتبقى وتبدو زي ما انا شايفاها تبدو طبيعيه جدا يعني وكانها بتاعت الزمن ده. بالظبط. وفي الوقت اللي جاي هيكون الموضوع اكثر دقه يعني مش هيكون كده بس، احنا لسه كمان في مراحل التجريبيه للفنانين التوتر يعني، فبنضطر ان احنا نشتغل على ده. الفترة اللي جاية يعني. فاحنا بقى هنشوف فاتن حمامة وعبد الحليم وليلى مراد. في ليلى مراد بالضبط. كمان اعتقد ليلى مراد جميلة. هو ان شاء الله هتشوفوا ده في اعمال مهمة جاية. بتحضر لها. اكيد. وفي نجيب الريحاني كمان. بيتكلموا وبيمثلوا كلنا. يعني نجيب ريحاني هنا شكلها كمان مختلف، هي كمان بتبقى راجعة للصورة اللي انت واخدها اصلا. من أي فيلم يعني دي الصور هو الأصلية؟ هو كان الفنان نجيب ريحاني والفنانة ماري منيب من فيلم سي عمر، علشان كده شكلهم أصغر شوية في الفترة دي. تمام تمام. يعني عموما أعتقد إنه يعني كلما يعني استخدمنا تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ونقدر يعني نعيد حاجات من الأمجاد ومن الفنانين العظام اللي كانوا في حياتنا، ده برضو بيدينا وبيقرب، لأنه إحنا لسه بنقول إنه الإبداع لا يموت أبداً، فهيفضلوا بما إنه الأفلام موجودة على الشاشة والناس بتتابعها، فجيل تاني هيقرب لهم أكتر ويتعرف عليهم أكتر وعلى إبداعهم يعني. بالظبط بالظبط. اكيد. انا بشكرك جدا استاذ احمد عبد النبي مصمم جرافيك، وبشكرك وصاحب هذه الفكره بتاعه اعاده الروح والصور ونقول الزمن اللي عمرنا ما بننساه لانه احنا ما زلنا بنتابع هذا الزمن الجميل. طيب تعالوا كده نروح مع بعض الاسماعيليه ونشوف تقرير عن فعاليات افتتاح مهرجان الاسماعيليه الدولي للافلام التسجيليه والقصيره في دورته 24 في قصر ثقافه الاسماعيليه. هذا التقرير نتابعه كده مع بعض الاسماعيليه وبعدين نرجع نكمل لقائنا في التاسعه. ارجوكم ابقوا معنا. مهرجان الإسماعيلية الأفلام القصيرة أولا هو من أعرق المهرجانات اللي موجودة في جمهورية مصر العربية. مهرجان له خصوصية شديدة لأنه متخصص قوي في الأفلام القصيرة والتسجيلية. أنا بشوف إن الفيلم القصير عبقرية أن يكون فيلم قصير جيد هو عبقرية كيف تكثف لحظة عشان تعمل فيلم. وعايز أقول إن مثلا إن المتحدة عملت الوثائقية، ده يعني خطوة رائعة إنها اتعملت، وعليها أن تهتم
بالافلام التسجيليه بقى بشكل ممكن كفيلم تسجيلي مش فيلم وثائقي. والله انا شايف ان الدوره الجديده الدوره 24 شكلها من البدايه فيها تميز. التميز ده جاي منين؟ ان انا عندي 50 دوله مشاركه في المهرجان، اكتر من 110 فيلم موجودين. المانيا السنه دي ضيف شرف ولكن عندها 8 افلام، 4 داخل المسابقه الرسميه و4 خارج المسابقه. رئيس لجنه تحكيم مخرجه المانيه كبيره ليها تاريخ. كمان المكرمين عندنا دكتور محمود عبد السميع، عندنا استاذ محمود علي، عندنا المخرج الاجنبي الكبير، بالاضافه لحاجه كمان عاملين كتب. بس اهم نقطه انا شايفها ان السنه دي المركز القومي للسينما اللي بيعمل مهرجان الاسماعيليه عامل ترميم لاربع افلام. مهرجان الاسماعيليه طبعا متخصص في الافلام التسجيليه وفي الافلام القصيره سواء كانت روائيه او تحريك، وهي نوعيه من الافلام يعني يمكن ملهاش يعني جمهور يمكن كبير، ودايما الانطباع اللي بنسمعه من الجمهور لما بيجي انه يعني استمتع جدا، وانه ما كانش يتصور ان الافلام التسجيليه والافلام القصيره تبقى بهذه الجماليات وبهذه المتعه اللي بتحققها. نحن مبسوطين جدا لانه المانيا جيست اوف اونر، وهذا مهم جدا لان العلاقه بين المانيا ومصر مهم، وفي مصر تاريخ طويل في فيلم، وفي المانيا كمان نحن نحب كثير الافلام، و it's very important for new perspectives also. Yeah. شهر مارس طبعا ده شهر التنوع، تنوع الطبيعة بجمالها، جمال الزهور والأشجار، وعلشان كده تم اختيار كل أعياد خاصة بالمرأة في شهر مارس حيث الطبيعة، لأنه المرأة بجد شبه الطبيعة الحلوة وتنوع الطبيعة. ضيوفي النهاردة في يوم المرأة اخترنا ان احنا نروح ما بين مجالات مختلفة، كل ضيفة فيهم ليها قصة وليها مشوار وليها تحدي حلو. خلينا كده نعيش معاهم اللحظات دي ونقرب اكتر من القصص والتحدي، لانه كلهم مبدعين، كل ضيفة مبدعة في مجالها. خليني ارحب بالاستاذة دكتورة مارسيل ماتا، اول عازفة بيانو. مساء الخير يا فندم، منوراني. شكرا بجد. وبرحب كمان بمنة الله عصام، اول كفيفة تحقق ارقاما قياسية في رياضة القوس والسهم. مساء الخير يا منة. انت معقدة الناس يعني بجد، يعني في ناس يعني بيشوفوا مش بيعرفوا يرموا اي حاجة. فاهلا بيك يا منة. اهلا وسهلا. كمان معايا ماريا هشام، اصغر سفيرة لمبادرة فاهم للدعم النفسي. اهلا ماريا. اهلا، منوراني بقصه التحدي بتاعتك يعني، بس الحلاوه دي نتيجه التحدي اكيد. وكمان بتنورني جدا الاستاذه اماني خليل، اول عداءة مصريه عمرها 50 عام، شكلها اصغر من كده بكتير طبعا، وده دليل عشان تعرفوا انه الرياضه والجري تخلي الناس حلوين كده. اهلا بيكي استاذه اماني. اهلا بيكي. يعني بجد ده مثال عشان الناس تعرف انه الرياضه بتخلي الناس حلوه. طب اكيد يعني منوريني، انا سعيده بيكم جدا. بس تعالوا نتفق بما انه القعده حريمي، ايوه، ومعانا يعني كل الاعمار وكلكم جميلات، نتفق ان احنا هنسمع بعض وان احنا هناخد كل القصص ونتناقش فيها مع بعض، ايه رايكم؟ طيب هنبدا باستاذتنا بما ان البيانو وشويه مزيكا. يعني استاذه مارسيل ماتا اول عازفه بيانو، انا عرفت انه مشوارك الحلو ده بتاع البيانو، اولا يعني زوجك هو اللي شجعك على البيانو، دي حقيقه؟ هو شجعني طبعا، بعدين لما اتعرف بيا، لكن أيوة. انا شجعوني طبعا اهلي طبعا، وعمتي اللي كانت هي نفسها عازفه بيانو واستاذه طبعا، وكان الجو في البيت عندنا كله موسيقى، كله بيانو وموسيقى. اه، بداتي تعزفي من عمر كم سنه؟ ابتديت مع عمتي كان عندي 7 سنين كده. تمام.
بعدين بعد كده هي لما سافرت كملت مع التلميذ عندها، وبعد كده دخلت في معهد خاص. تمام. كان المدير بتاعه واحد بيانيست كبير بولندي اجنبي. آه. يعني تمام. وكمل درست كذا سنه عنده وتخرجت، خدت شهاده من هناك. وبعدين في عازف بيانو مشهور اسمه ويلهم كامب كان جاي هنا يعزف حفلات، فبالصدفه يعني انا كنت موجوده وسمعني بعزف كده شويه، فقال لي اهلي دي موهوبه ولازم تسافر في الخارج تكمل دراساتها هناك. فطبعا والدتي كانت خايفه تسيبني انا كده لوحدي هناك، لكن والدي يعني قال لا لازم مادام هي فنانه وتحب الموسيقى. فدرست كملت الدراسه في ايطاليا في روما، قعدت 5 سنين هناك بيانو طبعا، وكمان اخذت شهادات عاليه في البيانو، وكمان خدت التأليف كمان شوية تأليف. وعشان كده بقيتي أول رئيس قسم، أول سوليست، أول مشوار، يعني كان كل حاجات حلوة. هقول لك ليه رجعت. الحمد لله كان في الوقت ده كان في وزير الثقافة سارة عكاشة في آخر 59 كده 60 وكان لسه الكونسرفاتوار القاهرة كان لسه فتح في 59. تمام. فأنا وصلت في البداية والحمد لله أبو بكر خيرت المؤلف طبعا كان هو العميد، وهو اللي بنى حتى الكونسرفاتوار، كان هو كمان مهندس الكونسرفاتوار. رحبوا بيكي، فكنت أول عازفة بيانو. أول يعني ما كانش في الوقت ده، في الوقت ده عازفات يعني بيقدموا حفلة كاملة مثلا سولو بيانو تعملي سوليست لوحدك وحفلة كاملة. فطبعا لقيت تشجيع جامد، وحتى أبو بكر خيرت شجعني، هو اللي نظم لي أول حفلة لما رجعت من إيطاليا، أول حفلة ريسيتال. ومن بعد كده على طول أنا هستأذنك هقف هنا. قابلت بقى لا ما أنا هقف عند الحتة دي. هنعمل دو ري مي فا سو لا سي دو. فهرجع لك تاني لما أرجع عند الدو. ري مي فا سو. مظبوط كده صح؟ وصلنا فين؟ إحنا دلوقتي هنروح لمنى. لما دخلت المعهد. هرجع لك تاني بعد شوية. منى يعني عارفة أنا ببقى سعيدة لما بشوف كده، اولا وشك زي القمر جميله مشرقه. فقولي لي يعني فكره ان انت زي ما بنقول انتم قادرون باختلاف، يعني عندكم من القدره الرياضيه والروح والطاقه الايجابيه، ايه اللي دخلك اولا الرياضه اللي انت بتمارسيها صعبه وعايزه دقه، وصلت لها ازاي سريعا؟ انا اولا انا اتولدت مبصره، انا مش مولوده كفيفه، انا عارفه. لغايه ما اتخرجت من الجامعه والنظر قل بالتدريج. لغايه ما اتخرجت من الجامعه انا كنت مبصره عادي، وبعد كده نظري لما بقيت كفيفه خالص بقى، انا اتعلمت حاجات كتير قوي بعد ما بقيت كفيفه. تمام. ما كنتش عارفاها وانا مبصره. يعني اتعلمت تصوير وانا كفيفه، اتعلمت القوس والسهم، اتعلمت فروسيه، بس وقفت بقى. عندك تحدي اكتر يا منى؟ طبعا جامد جدا. يعني الحمد لله، واخواتي كمان على طول بيشجعوني لحاجه زي كده، لان انا كنت مبصره فكنت وسطيهم بنعمل كل حاجه. تمام. فانا لما بقيت كفيفه اللي هو لا انا عايزه اعمل اكتر من اللي كنت بعمله، يقولوا لي اعملي واحنا معاكي واحنا هندور لك على اللي انت عايزاه. انا شايفه، بصوا اتفرجوا على منى، انا شايفه منى وهي بترمي القوس والسهم، يعني بجد يعني حاجه بديعه، ولبسك حلو قوي على فكره حبيبتي، تسلمي. حاجه بديعه قوي يعني. والدقه دي ازاي؟ لان انت برضو بتعملي حاجه لازم يكون فيها دقه، ده بالاحساس ولا بقوه الايد؟ يعني كله بيجي بالتمرين. يعني انا النهارده كده بقالي سنتين بالضبط. سنتين بتلعبي؟ وحققتي ارقام. الحمد لله. انا باخد على طول مركز اول، لان انا الكفيفه المصريه العربيه الافريقيه الوحيده اللي بلعب كوس وسهم. مصريه عربيه افريقيه، يعني بتروحي في البطولات العربيه والافريقيه وطبعا العالميه اكيد لو في. لا، هو في بطوله في انجلترا في اغسطس الجاي باذن الله، دي اول بطوله دوليه هطلعها ان شاء الله، مستنيين الموافقه عليها، فربنا ييسر الحال. انا يعني نفسي جدا البطوله دي بالذات يعني ارجع بميداليه ذهبيه، زي ما انا متعوده في مصر اجيب ميداليه ذهبيه
انا نفسي جدا في البطوله دي ان شاء الله اطلع بميداليه ذهبيه ان شاء الله. اكيد انا شايفه وانت قاعده بتتدربي تدريب صعب بس قادره ان انت بجد تحققي النجاح ده. الحمد لله. اكيد. طيب خلينا برضو نرجع تاني ناخد بقى نروح عند اماني. اماني يعني عداقه والعمر 50 سنه وفي برشلونه وبتكسبي ناس وارقام وبتكسبي ناس ليهم ارقام كمان في الجري يعني مش بكسب ناس بس هو فعلا انجازاتي جت بعد الخمسين ده اللي نقدر نقوله بس انا طول عمري في الرياض وبحب الرياض والرياضه. ايه اللي خلاكي بعد الخمسين تقرري؟ هو هي جت كده بالصدفه بس طبعا بعد برضو فتره طويله في ان انا حاولت ان انا اخش سباق الرجل الحديدي لكن انا لقيت نفسي تميت 50 سنه لما قررت ان انا هخش السباق. لكن انا بدات من 47 احنا برضو بنشوف معاكي السباق اهو على الهواء. من 47 ده ماراثون ده من اللي هم السته اكبر ماراثونز اللي عملتهم بعد ما حققت الرجل الحديدي. تمام. وده خد مني 7 سنين عبال ما وصلت له وانا 56 دلوقتي وخدتها لسه في طوكيو 5. طب بصي اماني انت عامله انا اعترف لك بصراحه انت عامله كذا تحدي. اولا تحدي السن وثانيا انه السن رقم صح انه الانسان يقدر يعمل رياضه مش مرتبط بالرقم صح. وعامله تحدي انك معترفه بسنك ده تحدي برضو يعني وكمان انك تفضلي تجددي شبابك بالرياضه فكلمينا عن التحدي ده ما كنتيش تفكري فيه قبل الخمسين. إيه لا انا كنت مشغوله مع ولادي وقتها لان انا قررت ان انا هقعد لهم في البيت واربيهم مع جوزي كنا في الخارج فلقيت الناس بتجري في الشارع وعجبني الفكره دي وانا كنت عايزه اكمل رياضه والرياضه الوحيده اللي اقدر اكمل فيها بجانب ان انا قاعده مع الولاد كانت هي الجري عشان بعملها الصبح فتحسنت فيها ولما رجعت مصر حبيت ان اكملها. التحدي في دي بقى كانت ان في ناس كتير قالوا لي مش هتقدري تجري في الشوارع في مصر الصبح بدري وخطر عليكي وطبعا كل ده طلع كذب ومصر جميله جدا ونقدر نجري ورايا والكلام فطبعا هي مختلفه عن امريكا بس حبيت ان انا لا يعني انا عايزه لان انا حاجه بحبها وعايزه اكملها مهما يكون فالحمد لله نجحت فيها وكملت لغايه لما قدرت احقق السباقات الماراثونز اللي انا عملتها عالميا والسباقات وجريتي في مصر بامن وامان؟ جريت في مصر أكيد. بامن وامان اكيد الحمد لله يعني. طيب ماريا بقى ماريا يعني بجد قصتك كده وانا بقراها تحدي وانت صغيره ويفاجئك مرض السرطان وتدخلي 57 وتتحدي كل ده وتعدي وتشفي وتبقي قمره وزي الفل وكمان يتم اختيارك في مؤسسه الدعم النفسي. قولي لي يعني المشوار الكبير ده ازاي؟ ابدا من اول فين؟ يعني ادينا لمحات كده. طبعا انا تعبت في سن صغير ما كنتش قادره اكوب مع فكره اني مختلفه عن بقيه الاطفال. طبعا دعم اهلي هو اللي سندني طبعا بس ما اقدرش انكر ان قله الوعي اللي عند الناس كانت بتاذيني. فده طبعا الدور اللي انا كنت محتاجاه واحنا محتاجينه اللي هو بتاع مؤسسه فاهم للدعم النفسي ان الناس تبقى مقدره الناس تبقى واعيه انه واعيه بحاله اللي قدامها تمام واعيه ان احنا في كلام شايفينك قمر اهو مخرجه ميرسي صور جميله بس انا استاذن حضرتك قبل ما اقول حاجه عني انا عايزه اشكر السفيره نبيله مكرم طبعا احنا كمان نشكرها معاكي لان معك. هي يعني انا الكلام مش بيوصف قد ايه المؤسسه مهمه طبعا وهي حولت الالم النفسي والتجربه الصعبه وسيله انه نساعد بيها اللي بيتالم وساكت صحيح انه وارد كلنا نتعب بس مش طبيعي اننا نسكت صح فلاول مره في مصر لازم التعب يطلع ونتكلم فيه فلاول مره في مصر الكلام عن الامراض النفسيه بيتم باريحيه وانه يبقى فيه وعي وانه بنقول للناس اتكلموا في ناس فاهمه حالتكم ما بقاش وصمه عار ما بقاش حاجه نقلق منها بقى زي دي المرض الصوره كمان هي كلها طاقه من بقى زي المرض العضوي ان لما حد دراعه يوجعه ويجري على دكتور ما فيهاش اي عيب ان احنا نتعب نفسيا ونروح لدكتور واحنا بينا وبين نفسنا نعترف ان احنا محتاجين مساعده
صحيح. ودي برضو خطأ من أخطاء المجتمع لما بيعتبر أنه المرض النفسي يستخبى، يعني هو ما يستخباش زي أي مرض يعني. فلا نتكلم، وبقى في دلوقتي يعني يا بخت اللي عايز يتكلم دلوقتي، في مؤسسة وراه دعماه وفهم حالته وبتقول للي قدامه ما تقفش من الشخص ده، بالعكس ادعمه افهم حالته، لانه ما فيش عيب، العيب انك تسكت وتكمل. صحيح. فتحكم على نفسك انك تعيش بصعوبه. صح. يعني محدش هيتعب غيرك، لانه كمان الطاقه الايجابيه يعني انت بتطلعي فبتبقي في طاقه احلى والناس حواليكي اكيد حاجه حلوه. طيب خلينا نحول شويه اسئله كده نسال استاذه مارسيل، دور الزوج بقى لعازفه بيانو زيك عظيمه. أيوة. او السوليست واهم عازفه بيانو، او يعني دور مهم لما اتجوزتي كمان شجعك اكتر؟ هو ساعدني من الاول طبعا. خلينا نقول زوجك الفنان التشكيلي الكبير يعني فؤاد سليم، احمد فؤاد سليم والشاعر، فخلينا برضو ندي له حقه. اتفضلي. ايوه هو ساعدني وقال لي في الاول انا هعمل منك بيانيست كبيره قوي. قعدت اضحك طبعا. لو انت واخدني بيانيست اصلا؟ طبعا جامد قوي قوي. وفي الدعايه كمان والاصدقاء وناس تانية برضو. كان بيحضر حفلاتك يبقى طبعا أول صف كله ويسقف ويبقى طبعا سعيد. انجبتي اميره؟ انا من غيره الحقيقه هو عملني يعني عمل لك حاجات كويسه. انجبتي اميره سليم وهي واحده من يعني هي يعني صوت اوبرا جميل ودارس وشرفتنا في المومياوات، في الافتتاح بتاع المومياوات كانت جميله. هي اميره اخذت ايه منك؟ اخذت الموسيقى طبعا. طبعا انا علمتها البيانو في الاول، تعلمت بيانو ووصلت لدرجه كويسه، وبعدين جت يوم تقول لي لا يا ماما انا افضل عايزه اغني اوبرا علشان البيانو بحس انه بعيد مني، لكن الغنى والصوت ده جزء من مني. فعلى طول اخدتها كان في الاوبرا، كانت لسه ما خدتش ثانويه، خدتها الاوبرا. كان في حاجه لغايه دلوقتي تنميه المواهب، ابتدت الغنى هناك مع نبيل علوبة سنة. أيوة. وبعدين أيوة. بيوليت مقار، وبعدين بعد ثانوية دخلت الكونسرفاتوار طبعا دايما الأولى مية على طول. أكيد أكيد. وده شيء جميل. هي حبيبة باباها، هو لما كنت طبعًا حامل كان يقول لي إذا جبتي ولد مش هربيه، أنا عايز بنت. هو أنا عايز عشان بنت تبقى جنبي كده زي وجبتي أحلى بنت وأجمل بنت دكتورة. أيوة. مارسيل أكيد شجع. خليني أعرف من منا، مين اللي دعمك يا منا؟ مين اللي كان في ظهرك؟ مين اللي وراكي؟ إخواتي طبعا، لأن ماما وبابا الله يرحمهم متوفيين، فأنا إخواتي على طول معايا. توفوا قبل ما تفقدي البصر ولا بعد؟ والدي الله يرحمه كان عارف إن أنا هفقد البصر. تمام. لان الدكتور كان قايل له، بس الدكتور ما قاليش، الدكتور قال له لوحده وهو ما رضيش يقول لي. ففي فتره الجامعه ماما الله يرحمها توفت في اخر ثالثه كليه. تمام. والدي الله يرحمه بقى اتوفى بعد ما اتخرجت. فاخواتي بقى هم اللي مدعميني على طول، وهم يعني حتى لما جيت اروح النادي علشان العب فروسيه في البدايه فلقيت القوس والسهم، هم اللي قالوا لي عليها، فروحت واتمرنت وكده والحمد لله. يعني بقيت يعني امسك القوس بعد ما اتمرنت وتعلمت وكده، وهم يعني اختي كمان هي اللي على طول بتبحث لي، حتى بطوله انجلترا اللي جايه دي اختي اللي جابتها لي. يعني دايما عائلتنا، يعني اسمحوا لي، دايما عائلتنا والله جميله طبعا. هتلاقي في كل القصص اللي موجوده معايا زوج اخوات، لسه هكمل اعرف استاذه اماني واعرف ماريا مين اللي وراها، اكيد هتلاقي قصص جميله. اسرنا المصريه على فكره بخير، ما تسمعوش الحاجات اللي بتبقى دايما ظواهر، خلينا مع الناس الحقيقيه. شوفوا التحدي حلو مختلف متنوع لكام اسره مصريه بتحاول يعني تقدم شيء جديد. هكمل معاكم، ارجوكم ارجعوا لنا عشان لما نحتفل بيوم المراه المصريه تعرفوا ان عندنا شابات وسيدات وبنات يانعات وجمال كمان. بعد شويه هكمل معاكم في التسع.
زي ما قلت لكم بجد بلدنا جميلة، وعندنا سيدات فضليات وبنات وشابات جمال، قصص حلوة. خليني أكمل مع أستاذة أماني خليل العداء المصرية اللي عمرها 50 عام، وأنا مبسوطة إن هي واخدة التايتل ده اللي بتتحدى بيه يعني كل الحاجة. مين دعمك أستاذة أماني؟ طبعا اقرب ناس ليا كان جوزي، انا في وسط رجاله، جوزي وعندي ولدين هم دلوقتي خلاص اتجوزوا، لكن ان هم يعني يسيبوني انزل في الشارع الساعه 5 الصبح وانزل اجري لوحدي ساعات، شايفين صورك، وان انا اقدر اسافر لبطولاتي وهم في البيت، وان جوزي سفرني في جميع انحاء العالم عشان اقدر احضر البطولات، وفخور ويبقى معاكي وفي اوقات هم بيجوا معايا فيها، فطبعا ده دعم كبير جدا. بجانب طبعا بقى ان مامتي بتدعيلي كل يوم عشان بالامان، وبجانب اخويا وناس طبعاً كتير من الجروب الجري بتوعي ده بيتمرنوا دايما معايا عشان يشجعوني اخلص البطولات دي. تمرني كم ساعه؟ لو انا للايرون مان بتمرن تقريبا من 4 لـ6 ساعات في اليوم، بس بالنسبه للماراثونز بتبقى تقريبا 3 ساعات. بتبقى رياضه، وانا شايفه في عجل كمان. لان الايرون مان او الثلاثي بيبقى فيه سباحه وعجل وجري. سباحه بتنزلي تعومي ايه؟ اللي بتاعت الايرون مان بينزل بعوم 4 كيلو في البحر المفتوح. بتعومي كرول بريست؟ لا اتس يوجوالي كرول، بس من حق اعوم اي حاجه، بس المهم ان انا اخلص ال 4 كيلو. تختاري انت عايزه تعومي بالظبط. فبتبقى عوم وبعد كده العجل بيبقى وعجل وجري. بالظبط، العجل بنخش على 180 انت كيلو. انت هتعقدي كل الستات النهارده اكيد. وبعدين بنخلص ب 42 كيلو جري، فيعني هي مسافه طويله، بس فعلا احتاجت تدريب وخلصتها، يعني اتمرنت لها تقريبا 10 اشهر عشان اقدر اوصل لها واحققها يعني. اكيد انت طبعا الرياضيه رقم واحد في البيت. هو جوزي بيقول انت بتعملي رياضه للبيت ولكل ليله. لكل ليله. ماريا الجميله، قولي لي ماريا، المشوار بتاعك ده يعني وانت طفله، في سنين في الطفوله كده راحت، بس انت عارفه انت ممكن تعوضيها كلها تاني، شكلك طفله اصلا لسه. مين كان وراكي غير ماما الجميله اللي موجوده في الاستوديو معانا؟ طبعا ماما وبابا، انا بنتهم الوحيده كمان، يعني انا جيت بعد 12 سنه حرمان من الخلفه، وانا البنت الوحيده، فربنا جربني وجربهم معايا، كانت تجربه ثقيله علينا. انا ما عشتش اي يوم من ايام المدرسه، ما حسيتش بطعم طفوله. اغلب حياتي كانت يا اما في مستشفى 57 يا اما في البيت. فهو السرير كان صاحبي يعني، ما بفرقهوش كتير يعني. وطبعا انا الشال من عليا اهلي، لان هما كانوا رغم طبعا بنتهم الوحيده وشايفين ان هي ممكن تروح منهم، لان انا جالي استركوما من الدرجه الثانيه، وهو صعب يجي اللي تحت ال 14 سنه. فكانت تجربه ثقيله يعني، هم شايفين بنتهم الوحيده ممكن ربنا ياخدها منهم. كنتوا بتتبادلوا الامل يعني، انت تديهم طاقه هم يديكوا طاقه؟ علشان انا شايفه لو بابا وماما على الشاشه، وخلينا نوجه لهم التحيه كلهم طاقه، اللي يشوف ماريا ما يقولش ولا مر ولا حتى جالها شويه صداع. يعني كميه الحيويه والطاقه والجمال في وشك، ولا مره حتى شويه صداع، فدي طاقه كبيره وتحدي. ده كله منهم، ربنا قواهم وادوني قوتهم، لانه انا بشوفهم بره، انا طبعا بنتهم الوحيده زي ما هم يعني طبعا، فانا حاسه بيهم زي ما هم حاسين بيا. هم بيبقوا بره بيتالموا ويجوا عندي يداروا دموعهم، يضحكوا في وشي. وانت بتعملي برده نفس الشيء؟ ده حقيقي، احنا كده كشفنا كل الاسرار. يعني كنت شايفه قد ايه هما بيتألموا عشاني، فمش حابه ازود على همهم هم. اكيد. فكانت حاجه متبادله من الدعم من غير الكلام. أكيد. دعم بالروح. اكيد بس واصل. خليني اسالكم اسئله سريعه اجابات سريعه. دكتوره مارسيل، انت بقى عازفه بيانو، تسمعي مين؟ بتسمعي مين؟ مين من العازفين؟ مين من الاغاني؟ مين من الموسيقيين الكبار؟ بسمع موسيقى كلاسيك. كله كلاسيك؟ لا برضه دلوقتي بسمع حاجات خفيفه. بتعزفي حاجات فيردي وفاجنر وحاجات كده؟ لا فيردي ده للغناء. الغناء فدوه فيردي وفاجنر. أيوة ما كتبوش للبيانو. ما كتبوش بيانو، بس كتبوا الالات. عنده الالات طبعا. عشان مصاحبه الصوت. صحيح. اوركسترا.
تسمعي مين عربي؟ عبد الوهاب؟ يعني مش كتير، بس انا كنت صغيره كنت لما كنت بسمع ام كلثوم كنت اقعد اعيط على طول. ليه؟ كده ما اعرفش. واقول لوالدي وحياتك غير المحطه. يعني بتسمعي اي اغنيه ام كلثوم؟ عزفتي حاجه من اغاني ام كلثوم؟ لا، بس خالص. عزفت كتير للمؤلفين المصريين اللي عندهم اتجاه يعني موسيقى مصريه عالميه وبيستعملوا فيها الحان المصري حاجات شرقي. زي عزيز الشوان طبعا، عزفت له انا الكونشيرتو بتاعه زمان ده في عارفه امتى؟ طبعا سنه 64. كناش موجودين بس كنا بقلبنا. عزيز الشوان وكل المصريين، جمال سلام عزفت له انا الشجاع. بتعزفي كام ساعه على البيانو لغايه دلوقتي؟ لغايه دلوقتي لا مش كتير طبعا. قد ايه يعني؟ بس لازم كل يوم اذاكر بيانو. دي كل حياتي. تذاكري لغايه دلوقتي بيانو؟ مش هعيش. نعم، لغايه دلوقتي تذاكري بيانو؟ طبعا اكيد. ليه كمان يعني ما كنت بعزف، عزفت من ثلاث اخر مره من ثلاث سنين. عملتي عزف بس كمان. مش لوحدي، مع عازفين، مع الطلبه بتوعي، مع ناس طلبه. الطلبه بتوعي بقى اساتذه دلوقتي اكيد يعني. الاسئله السريعه هنكملها وارجع لك تاني. منى، قولي لي يا منى، انت بقى القوس والسهم، قولي لي اصحابك يعني واللي درسوا معاكي، يعني بتعلمي حد، بتحفزيه، بتقولي له لا اقوى لازم؟ انت ملهمه للشباب حبيبتي. تسلمي. هو القوس والسهم فعلا بيعلم الصبر والاصرار، يعني حتى اختي برضو نفسها تتعلم القوس والسهم، فكان في ايفنت من قريب تعليم الرياضات اللي هي سبورت اكسبو اللي كان في الفتره اللي فاتت، فكان من ضمن الرياضات اللي معروضه القوس والسهم، فانا رحت في يوم فاختي حابه تجرب، قلت لها لا تعالي انا بقى معلمك، فعلمتها ازاي تمسك القوس وتحط السهم وتطلع. يعني ممكن في يوم من الايام تبقي مدربه. يا رب. اتمنى ممكن جدا تبقي اتمنى مدربة. جدا واتمنى. احنا بنتفرج عليكي وتحبي تدربي يعني ده ينفع للسن الصغير ولا ليه سن معين؟ لا مفيش مشكله خالص. اي سن هي لعبه القوس والسهم من يعني من الرياضات الجميله اللي ملهاش سن. وانا نفسي جدا اللي هو انافس الفتره الجايه مبصرين كمان والله يعني هتكسبي يا رب. هتكسبيهم يا منى يعني والله. هتكسبي يعني لانه دقه فظيعه يعني. يا رب. واتمنى ان يبقى في راعي رياضي ليا، لان الرياضه دي يعني محتاجه امكانيات كتير. طب وليه بتتمرني كام ساعه في اليوم؟ اولا عايز اعرف، هسألك سؤال بصراحه، تحددي الهدف ازاي؟ يعني انا لو انا مبصره والله لو اتعلمت 20 ساعه دلوقتي مش هعرف، لكن انت بتحددي الهدف ازاي؟ اقول لحضرتك دلوقتي القوس المبصر بيبقى فيه حاجه اسمها سايت. السايت ده المكان اللي المبصر بيبص من خلاله على الهدف. تمام. انا طبعا مش عارفه اشوف ده. صح. فالسايت بتاعي عباره عن ستاند. تمام. الكابتن بيظبطه هي مره، وبيطلع منه مسمار بحطه انا هنا ما بين السباحه والوسطى هنا. اللي هو عند ايدك هنا. وبمسك القوس عادي على الشاشه احنا شايفينه. وبركب السهم وبشد الوتر. برده صعب قوي اللي بتقوليه ده، صعب جدا. ما ده بقى محتاج تمرين، وان حضرتك يعني تبقي عندك يقين ان انت هتحققي حاجه. يعني ما كانش سهل تقولي ايه كنت اختار حاجه سهله، طريق رياضه سهل. اخترتي الصعب. انا حابه ده، انا حابه القوس والسهم وحابه اكمل فيه، وحابه ان يعني زي ما قلت لحضرتك زي ما باخد مركز اول في مصر، لا انا نفسي بقى اخد مركز اول في بطوله العالم علشان كده. ونفسي كمان يعني القوس والسهم مش بارالمبيه للمكفوفين، هي بارالمبيه للحركي، فانا نفسي ادخلها في البارالمبيه للمكفوفين. والله كل حاجه جائز. فعشان كده محتاجه جدا راعي رياضي، لان الراعي الرياضي فانت محتاجه راعي رياضي. خلينا نقول يا جماعه لو حد بيسمعنا انه منا بجد لو راعي رياضي، وننقل ده لوزاره الشباب والرياضه والناس انه راعي رياضي، رجال اعمال ناس يتولوا ده، وانا متاكده ان ده ان شاء الله يحصل لك. واحنا معاكي يا منا، لانك تستاهلي كفايه انك يعني بتبذلي المجهود الكبير ده. استاذه اماني، بتتدربي زي ما قلتي لي ساعات طويله وكده، لكن بعيدا بقى عن الجري، بتبصي على ايه؟ الرياضات التانيه او حياتك بره ايه؟ بتسمعي مزيكا؟ بتعملي ايه؟ ما انت يومك كله رياضه. لا بتعرفي تطبخي؟
بعرف اطبخ طبعاً. تعملي ايه؟ ميبي مش شاطر قوي في الطبيخ بس لا بطبخ، بس طبعاً للأسف جوزي مش راضي بالطبيخي أنا عشان ده more healthy بالنسبة يعني بالنسبة لي. أنت تطبخي حاجات صحية. بضطر بالظبط. سلطات بقى وبتاع، هو مش عايز سلطات بقى. حاجة السلطات بصراحة وأسهلهم يعني. لا يعني أنت في البيت بما أنك رياضية ومشغولة ست بيت بقى و... وفي محشي وفتة وأكلنا بقى المصري. ده مش هتلاقي كتير عندي. بس ممكن تعملي لي. اه ممكن اتعلم يعني، اليوتيوب ما شاء الله بيديني كل الافكار، ولو نفسي اعمل حاجه كده لجوزي بعملها طبعا، بس مش حاجه يوميه بعملها يعني. لكن اللي انا بعمله بجانب الرياضه بتاعتي ان هو انا بحب جدا ان انا اشجع الناس انها تجري معايا او اتحقق هي برضو. مين الرياضي اللي في العالم اللي في العدائين او عدائه ملفت بالتبعي، بتتابعي الارقام، بتتابعي بيعملوا ايه؟ اكشلي هو يعني هو في كتير طبعا، بس انا بفضل السيدات اللي هم يعني اعمارهم اكبر، لان بيدوني امل. لان بيدوني امل، لان يعني ده بيديني احساس ان انا لا ممكن اكمل. بتتحدى بالظبط، تحدي نفسك كتير، ودي بشوفها فعلا على السوشيال ميديا وب اي فولو ذم يعني. اكيد. ماريا الجميله بتعملي ايه بقى بعيدا بقى، انسي التعب والالم والقمر اللي انا شايفاه، انت بقى بتسمعي ايه؟ بتسمعي مين؟ بتسمعي مزيكا ايه؟ نفسك تعملي ايه؟ نفسك تبقي ايه؟ انا الميوزك تيست بتاعي غريب شويه بصراحه. يعني الكلاسيكس والحاجات الجديده برضه. كلاسيك يا عم لازم تاخدي تليفون دكتوره مارسيل وتروحي تسمعي على طول. بتسمعي حاجات كلاسيكيه؟ بتسمعي ايه في العربي؟ يعني هو ميكس غريب شويه، فيروز، عبد الحليم، ورده. بيدوكي طاقه؟ بيدوكي طاقه. انا المزيكا اكشلي والتصوير اللي هي الحاجات اللي بعملها يعني الاكتيفيتيز دي هي بتدي تحسسني بالحياه. بتصوري ايه؟ التفاصيل الصغيره، مناظر. انا بحب الحاجات الطبيعيه يعني التفاصيل الطبيعيه والتفاصيل الصغيره اللي هي مثلا يبقى حاجه شكلها بيفكرني بحاجه كلاسيك. فبصورها، بحاول ابين الحاجه من وجهه نظري، من وجهه نظر اللي انا شايفاه، واظبطها مع المزيكا اللي تليق عليها. مين يعني بيختار لك الوانك الحلوه؟ ده انا وباخد راي بابا وماما طبعا. بتحبي تختاريها. الحقيقه انا عايزه اقول لكم قد ايه انا مستمتعه جدا بيكم وبكل التجارب المحترمه اللي انا شايفاها. دكتوره مرسال يعني في يوم من الايام هبقى احب اجي اسمعك ما دام بتعزفي كل يوم لغايه دلوقتي. لازم دلوقتي طبعا دي حياتي. الصبح ولا بعد الظهر؟ حسب الوقت اللي عندي. حسب الوقت. حسب الوقت. اي وقت ممكن ده، حتى بالليل او الصبح بدري. المهم تعزفي. ربنا يديكي الصحه، تفضلي دايما على البيانو بكل جمال. منى نورتيني وكملي، وانا معاكي ان شاء الله يجي لك سبونسر ونبقى احنا اللي بنبلغك وكمان تاخدي جوائز. استاذه اماني لا انا هاجي الف معاكي التراك اكيد. بس هتسبقيني اكيد. ماريا انا مبسوطه بيكي، كملي التحدي وكملي الدعم النفسي وخليكي ملهمه. اتمنى افرق مع اي حد. هتفرقي اكيد بكل وشكوا وجمالكوا. شكرا ليكوا مشرفات، مشرفات مصريات. ختمنا مع مشرفات مصريات، بجد انا سعيده، طاقه ايجابيه جميله، وهي دي مصر. كل بيت وكل حد بيشوفنا، كل اسره عندها ناس جميله، كل بيت فيه ناس جميله. المهم نقدر على التحدي ونكمل. بكره كمان هنكمل معاكم مبادره كتف في كتف اللي بتلم كل المصريين واهلنا. الكتف في كتف هيخلينا دايما نلف ويكتر كل الخير. تصبحوا على الف خير، غدا نلتقي في التاسعه باذن الله.